قصص عربية. الثعلب الأزرق. في يوم من الأيام في غابة خضراء عاش ثعلب، وبالرغم من مكره كان كسولاً للغاية. كم سيكون هذا رائعاً لو أتت إلي وجبة بدلاً من أن أذهب إليها. كم سيكون رائعاً لو طارت مياه النهر في الهواء ثم دخلت إلى فمي أنا وراوت عطشي. كم سيكون رائعاً لو خفت أشعة الشمس عني. هل أطلب أكثر من اللازم؟ أجل، لم يكن الثعلب كسولاً فقط، بل ويحلم أثناء اليقظة. كان يستلقي طوال اليوم تحت ظل شجرة ويحلم كأنه ملك هذا العالم. فليحيا الملك الثعلب! فليحيا الملك الثعلب! فليحيا الملك الثعلب! هذا كل شيء، أين طعامي إذن؟ ها؟ يا أسد! أنا كيف تجرؤ يا أسد؟ كيف تجرؤ؟ كيف أجرؤ على ماذا؟ كنت أحلم. كيف تجرؤ على التحدث معي هكذا في حلمك؟ زأر الأسد الأزرق وركض خلف الثعلب. ركض الثعلب لينجو بحياته، ولم ينظر خلفه، ولم يعلم أنه قد عبر الغابة ووصل إلى القرية. وحينها توقف ليلتقط أنفاسه ونظر خلفه. الأسد الغبي، يوماً ما سيكون خادمي. قال هذا ثم تعمق داخل القرية. يا انظروا لهذا، يا لها من حياة. لديهم منازل ويجمعون الماء والطعام ويضيفون التوابل لطعامهم. لو لم يكن هذا أجمل حلم فما هو؟ يا رودي، من هذا الذي يتجول في قرياتنا؟ أياً كان، ليس واحداً منا. علينا مطاردته قبل أن يعجب الناس بشكله. تقرأ أفكاري يا أخي، هيا بنا. مرحباً بكم، اسمي هو. لكن الكلاب لم تستمع، عوت بشدة واتجهت نحوه. ماذا؟ لا، أعتقد هناك سوء تفاهم. ركض الثعلب لكنهما طرداه كي يبتعد. ركض الثعلب بأقصى سرعة، كان يشعر أن الكلاب تقترب منه. ماذا سأفعل؟ وبينما كان يهرب دخل مخزن صبغات، وأثناء اختبائه انزلق وسقط داخل حوض مليء باللون الأزرق. الكلاب التي كانت تطارده لم تستطع العثور عليه. يبدو أن الثعلب قد هرب. أجل، لا أحد يعبث معنا. بسعادة وفخر غادرت الكلاب، ثم خرج الثعلب. ماذا يحدث؟ أولاً طردني أسد، ثم هذه الكلاب الغبية. عاد الثعلب للغابة حزيناً ومكتئباً، لا يعلم أن لونه تحول للأزرق. اندهشت الحيوانات الأخرى عندما رأت. لا أصدق، من هذا؟ بل تعني ما هذا؟ اهربوا بحياتكم! اندهش الثعلب لرؤية الحيوانات تهرب منه. لم يفكر في السبب واتجه نحو النهر كي يشرب. وحينها طارت الطيور بمجرد رؤيته. أهربوا! إنه أغرب حيوان رأيناه! ماذا يحدث؟ لما يخافون مني؟ وعندما أوشك أن يشرب من النهر رأى انعكاسه وغمرته الدهشة. اكتشف سبب خوف الحيوانات منه وخطرت له فكرة. صار الثعلب بفخر نحو الصخرة الكبيرة وهي عرش الأسد، وجلس عليها، ثم استدعى بقية الحيوانات. أصدقائي، تجمعوا هنا. مترددين وقلقين تجمعت الحيوانات حوله حتى ملك الغابة الذي بدا عليه القلق. أصدقائي،
لما تهربون مني هكذا؟ أؤكد لكم لا داعي للخوف مني، لا تعرفونني، لكنني صنعت من قبل ساحر، وقبل أن يرسلني هنا أخبرني أن حيوانات الغابة لا يحكمهم من يستحق، ولهذا رشحني لأكون الملك. أولا، لذا من اليوم فصاعدا أنا ملك هذه الغابة وسأحكمكم جميعا، وأيضا نصحني أن أحكم أفضل، هكذا يمكنكم أن تعيشوا في سلام تحت حمايتي. أهذا مفهوم؟ أجل أجل. تقبلته الحيوانات كملك لهم، وسريعا بدأ الثعلب يعيش الحياة كما كان يحلم بها. أين طعامي يا أسد؟ آتني يا مولاي. جلس وشاهد الحيوانات تسليه وتصطاد له وتحضر الماء له، كان ينظم الألعاب والحفلات ويجعل الحيوانات تعمل بينما يجلس يأكل ويشرب. الآن جميعاً اصطفوا ودوروا حول الشجرة، والسيد ضفدع لا تقفز في الأرجاء. ماذا؟ استمر هذا لعدة أيام، وأصبح الثعلب أكثر كسلاً وطمعاً. أريد أن تلعب الحيوانات الغميضة وأنا سأشاهد. ياه، يا لها من حياة. في أمسية ما مثل الأمسيات الأخرى، بينما كان يجلس الثعلب حدث شيء غير تقليدي. سمع ثعالباً تعوي من الغابة المجاورة، فرح لسماع صوت الثعالب وفشل في إخفاء حماسته، وبدأ العواء على طبيعته بصوته العالي الذي عرفه الجميع جيداً. الأسد والحيوانات اكتشفوا في الحال أن ملكهم كان مجرد ثعلب، وليس مميزاً أو خطيراً أو مختلفاً أو مخلوقاً سحرياً، وعرفوا أن الساحر لم يرسل. ماذا حدث؟ هجموا جميعاً عليه وطاردوه للنهر حيث عام وفقد لونه الأزرق. أنت مخادع، إذا رأيتك في مملكتي أعدك أني سوف أنهي حياتك. شعر الثعلب بالإهانة والخجل فغادر، ولم يره أحد مجدداً. تجول من غابة لأخرى يستلقي في الأرجاء يطلب صداقة الحيوانات، لكن قصته انتشرت وعرف الجميع حقيقته. اكتشف الثعلب أخيراً أن طريق الطمع سيء ولا بديل عن العمل الجاد.